اوكي، خلينا نبدأ. اوكي شباب، المرة الماضية بلشنا نحكي عن الاتش دي ال، حكيت عن الجيت ليفل، وحكينا كيف ان الواحد لازم لما يفكر بالاتش دي ال يفكر في الهاردوير مش انه كانه سوفت وير. اليوم بلش نحكي شوية عن البيهيفيرال. بدي حد يحكي له هاي شو معنى شو نبدا عنا على السلايد. حد يحكي لنا شو الموجود؟ دكتور، لو سمحت ممكن تعيد سؤالك؟ شو الموجود هذا عندنا؟ شو بيعني؟ شو هاي أساين؟ شو التلدة هاي؟ حد بيعرف شو هاي الإشارة؟ إيش هاي الإشارة؟ هاي إشارة نوت. دكتور، أساين واي بيساوي نوت A and نوت B and نوت C. مزبوط. هاي الشحطة أور بتكون صح؟ بالضبط، هاي اور A and B and not B not C A and B not B B and C. يعني إذا كانوا A و B و C صفار شو بيطلع الجواب؟ بيطلعوا واحد، لأنه not not not. بالضبط، بيطلع واحد، لأنه واحد and واحد and واحد وبيطلع واحد 100%. إذا كانوا كلهم وحدات، إذا بيطلعوا صفار، بيطلع واي إيش؟ صفر، بيطلع صفر. فهلا لو اجينا اعمل هاي، بس شو هالخط هذا بعد السي؟ هذا هو الاور، اور مع اللي تحت كلهم مع بعض. بالضبط، هاي اند هاي اند هاي اور، هاي اند هاي اند هاي اور. لا، اذا كل وحدات بدك تحل المعادله معناها. اذا كلهم وحدات شو بتوقع يطلع؟ يعني مثلا بدك تيجي تحكي واحد عند الاي بتفرق عن الصفر مثلا عند البي. شو رأيك؟ خلينا نشوف. أكيد بتفرق. خلينا نعملها سيميليشن. تمام. هلا هون بدنا نعمل نيو برو، لا نيو بروجكت، نيو بروجكت. دكتور صراحة اللابتوب تبعي معي. كيف؟ اللابتوب اللي معي مش موجود معي اليوم. مش عارف اذا بدي اعطيك بروجكت ولا لا. لا مش اعطيك، راح اعطيك اعطينا بس انه يوم او يومين تنسلمه. Let's an example one. Finish. خلينا نعمل new file. Verilog file. نجيب هذا الحكي. Example. زي ما شايفين هون موجود. هلا بقدر أعمله، هو التوب. Compilation. مفروض فيش فيه errors يعمل compilation. بدك تطلع على الوضع، بعد الجو صافي بتاع سامي طلعت لك واضح. وين بتروح؟ صعب تصبر عربيس. مش نسمع عربيس كده، ميوت. اوكي، نيو كمان مره. فيكتور. هلا بقدر اجيب من هون، خلي هيك سيمال نود فاينالست، كلهم بدي اجيبهم. وخلي احط كاونتر مثلا، تغيرات. هذه هون مثلا
واحدة تحط هون. هون بنيها واحد، وهاي مثلا هون واحد، خزنها الفايل هاد example. هلا زي حكينا بقدروا على simulator tools timing مثلا. بالأول خلينا نعمل timing، وزي ما شايفين هنا the report هاي ال output. الواي مثلا هون واحد، هون واحد. خلينا نعمل أول إشي، نعمل functional. هذا كله delay يا شباب، هذا كله delay. خلينا نعمل functional يكون أوضح. فنعمل هون functional بشغل زي ما نتوقع إحنا، و start وريبورت. هلا هون ببين ان الاوت وين تصير يعني شارب مع ال مع اللي هون. هلا هو مش حاطين احنا ولا واحدة صفر شكلنا، خلينا نحطهم كلهم صفار بالاول. هون صفار، وارجع اعمل. دكتور ليش ما تعينهم كلهم مرتبين؟ كيف يعني؟ يعني اكبس على مثلا الانبوت A، اكبس عليها. وين الصفحة؟ لا اكبس على A مش على هاي، على A كبستين. اها اه اها ايش بدك احط؟ مش عارف بس في انه هون بدي احط فاليو. لا لا اه انه هو لحاله بقعد يرتب، يعني مش انت تحط مثلا قيمه قصدك على هو يرتب لك اياهم لحاله. هو كان على الكاونتر والاشياء الثانيه. اوكي خلينا بس احكي لكم انه هون مثلا هون كان كلهم صفار طبعا، كان واحد مع الواي واحد لان كلهم صفار. ليش؟ لانه اذا كان كلهم صفار نط 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 واند بطلع ايش؟ هاي بطلع واحد، لانه اور اي واحد اور مع اي شيء ثاني شو بطلع؟ واحد واحد. فجرد هاي تكون واحد معناته راح تكون واحد. فهاي لما نعملها سيميليش. هلا بدي اسالكم اياه، لو اجي انا احكي اساين اساين واي بيساوي اي، شو رايك شو بصير؟ يعني واي بيساوي اي يعني شو بيطلع جواب الواي؟ ايه بيطلع جواب ايه داخل ال بس انت في عندك تنتين واي بجوز يعطيك ايرور. بالضبط هو هاتين ايرور. هلا بالضبط هلا هون هذا بتعرف انه هذا هاردوير. انت شبكت الواي مع هدول، شبكت الواي مع الاي، يعني عندك الواي صار عندها مجموعتين من الانبوتس مختلفات. في حالات ممكن نعملها بس بشكل عام ما بنعملهاش. هذا شباب مش انه هالقد كان قيمتها وبعدين صار هالقد قيمتها، هذا كله في نفس اللحظه بتنفذ. هذا هاردوير مش سوفتوير. يعني ال HDL هي طريقه تكتب الهاردوير الطريقة إنها تسهل عليك بس، أما بدك تفكر في كل إشي هاد كأنه سيركت. هاد سيركت، هاي سيركت، ما بيبتعش بك هاي السيركت مع هاي السيركت. يعني واحد إيه الواي تحط له صفر في نفس الوقت واحد ممكن يعمل مشكلة. فطبعاً فيش مشكلة أشيل هاي مثلاً وأخلي وخلي تحتني. أو مثلاً بتخلي واي واحد مثلا، يعني او واي جديد. يعني هاي حط مثلا واي واحد، هاي اعملها كومنت هيك و اجي اعمل اعمل كومبيليشن. اعمل كومبيليشن المفروض ما فيش ايرورز. واذا اجيت اعملها سيميليشن المفروض شو تكون كونتر واي؟ هي نفسها ايش؟ نفسها ايه؟ نفسي. يعني إذا كانت صفر بتعطيني صفر، إذا كانت واحدة تعطيني واحد. مية مية. فهون طبعاً لازم أجي أعمل functional. هون أعمل generate the functional وأجي أعمل start. فهلا بشوف إنه الواي هي نفس الـ A. وين ما تكون الـ A واحد فهم واحد، وين ما تكون الـ A صفر هي صفر نفس الـ A.
واي نفسها ال اي. فهاي هاي اساين تشبك هاي الاوتبوت مع هذول الانبوت بطريقه هاي، يعني السيركت تطلع شكلها بالضبط هيك. واي هي عباره عن نوت اي نوت بي ونوت سي اند بينهم، و اي نوت بي نوت سي و اي نوت بي و سي اند بينهم، وبالاخر كلهم جمعهم على اور 100%. هلا هاي الاي والبي كم بت كل واحد فيهم؟ أربعة بت. والواي 1 واي 2 واي 3 واي 4 واي 5 برضو كلهم أربعة. فهون لما تعمل assign لواي 1 بيساوي A and B، طبعا هاي and هاي and هاي or هاي XOR XOR. ولما حط not مع ال and شو بصير؟ نعم نوت مع الاور نور. هلا بس هي مش لبت واحد، مش وان بيت، هاي لاربع بيتس. ف اكس اور طبعا بيت بيت وايز بصير انه اكس اور للاي والبي، هادي هاي واي 3 والباقي، يعني هاي هاي هي نفس السيركت هاي. تمام، بقدر اعمل هيك واي بيساوي اند اي. هاي بتعمل ايش؟ اند هلا اي اكبت هون اي 8 هلا هاي بتعمل اند للثمانية مع بعض، يعني اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 واي 4 واي 5 واي 6 واي 7 بعملهم بينهم اند، يعني مثل كان اند ب 8 انبوتس. هاي واي وحده فيهم صفر راح يطلع كله صفر 100%. طب دكتور ممكن لو سمحت بس ترجع بس اخرى صفحه ورا. ايوه هاي ايش المثلث هاي؟ هاي كانها اوتبوت وانبوت. هاي لا اللي جنبها هاي اوتبوت. هاي اوتبوت هذيك انبوت صح؟ تمام اوكي. هاي هلا هاي واي يساوي اس علامه سؤال دي 1 كتين فوق بعض دي 0. هاي هي كونديشن. اذا الاس واحد الواي شو بتساوي؟ دي صفر. لا دي واحد. لا دي واحد اذا كان دي واحد. واذا صفر تعطيك دي صفر، يعني اذا ترو بتكون دي واحد، واذا فولس دي زيرو. يعني هاي إلس، يعني اف اس ذن واي بيساوي دي واحد، إلس واي بيساوي دي زيرو. طبعا هاي شو هي؟ هاي لو نفكر كسيركت، شو هي هاي السيركت؟ إذا S بتساوي صفر بيعطيني إشي، وإذا ماكس هذه ماكس هاي إحنا شايفينها كأنها ببرمجة، بس هاي لما تفكر فيها بالهاردوير هذه اثنين في واحد بنعملها ماكس. هلا الماكس هذه لما تشايفين ال D0 D1 مش بت بت، هو أربعة بت أربعة بت، والواي كذلك، بس عندنا سلكت واحد لأنهم بس عندنا بنختار بين D0 وD1، بس كل واحدة فيهم 4 بتس، ممكن يكون 16 بت. فهاي للكونديشن كونديشنال اساينمنت. واضح واضح دكتور. طب دكتور بس ايوه هون بزبط، انا اجي احكي اساين مثلا واحل على طريقه مثلا اف اس ايكوال 1 يعطيني مثلا دي واحد وهيك، بس مش زي مثلا علامه السؤال و نقطتين مثلا دي واحد. بتزبط بالبيهيفير لما استعمل اولويز بس بهاي الطريقة. هلا عشان شوي أول مرة بشوفها، يعني هاي الطريقة إنه بحط علامة سؤال أول مرة بشوفها، إنه بحط علامة سؤال بعدين بحط مثلا نقطتين فوق بعض. هاي يعني طريقة بسيطة لتعمل كونديشن إن هاي لك نعمل سيركت. هاي يعني هاي لك عم إذا الاسم بيساوي هيك اعمل هيك، أو الاسم بيساوي هيك اعمل إشي تاني. أنا فاهم مبدأها، بس مش فاهم إنه كيف، يعني وين أنت بحط علامة التعجب وين أنت النقطتين هيك وهيك. هيك شكلها علامة التعجب، علامة سؤال كذبة وكولون. هاي الكونديشن إذا ترو بأخذ هاد الأول، إذا فولس بيأخذ الهديك بعده. فهمت عليك. خلينا طبعا هاي هي بتطلع في النهايه زي ما حكيتوا ماكس بختار
واي بيكون عبارة عن دي زيرو إذا كانت إس شو بتساوي؟ زيرو. إذا كانت وان بيكون دي وان. عشان يكون لازم وان. عشان هيك دي وان جاي بالأول لأنه لما يكون وان بيكون دي وان. إذا كان زيرو بيكون دي. هلا نشوف هاي شو معناها. هلا هاي إذا كان إس أوف وان طبعا إس هان أكم بت إلها سلكت هذه تنتين. هلا إذا كان إس وان وان بيشتغل دي إس زيرو وان مين بده يأخذ دي ثري دي ثري يعني إذا كان وان وان دي ثري طب إذا كان هاي وان وإس زيرو زيرو اللي هي وان زيرو شو بقول دي تو طب إذا كانت هاي زيرو هلا إذا كانت هاي زيرو بتروح على الكونديشن اللي هون من كلاس ثاني بالضبط وبشو بياخذ إنه إذا كانت هاي زيرو وان بأخذ دي وان وإذا زيرو زيرو دي زيرو دي زيرو شوية بتلخم بس هي نفس البيهيفير تقريبا نفس البيهيفير بس هاي طريقة ثانية هاي أوضح للإمبلمنتيشن حقيقة هاي أوضح للإمبلمنتيشن بالهاردوير يعني هاي تقدر تعملها سينثيسيز بطريقة بسيطة أما البيهيفيرال حتى بغلب مرة اللي هو مع الأولويز تقدر تكتبها بطريقة ثانية واي بيساوي هاي طبعا شو يعني هاي اس بيساوي يساوي بي هلا هاي هلا بحكي لكم هاي شو معناها هاي تو بيت هون بي هاي يعني باينري واحد واحد فإذا اس بتساوي واحد واحد شو بيأخذ دي 3 دي 3 وإذا اس بتساوي واحد صفر دي 2 وإذا كان اس بتساوي بأخذ دي 1 وإذا صفر صفر بأخذ دي 0 وإس بتساوي دي 0 فهاي هاي طريقة تانية لأكتب هاي الحكي إنه إذا اس بتساوي هالقد خذ هذا الفاليو وإذا ولا إذا إذا مسويش هيك بتساوي هيك خذ هاي الفاليو يعني if else 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 هلا تنفيذ الأوبريشنز لأوردر أعلى إشي هي النط فإذا عندك إشي ونط وجوا بعدين ضرب ولا إشي تعمل النط في الأول يعني هون أول مثلا هاي أولا ما بعمل A وAnd بعمل النط الA بعدين بعمل الAnd هاي ترتيبهم لأنه الأولوية إلها بالضبط الأولوية للنط بعدين بيجي Multiplication بعدين Addition بعدين Shift Arithmetic Shift والComparison والأشياء الثانية هلا لما نعرف رقم زي هيك بحط هنا عدد البيتس هاي الباس اللي بستو فيه بعدين بحط البيتس إذا بدي هكسا أو باينري أو أكتا فهنشوف هون إن عدد البيتس البيتس في البي هاي بعدين الرقم اللي عندك هاي معناتها هاي أكم بيت أربعة هلا هاي أكم بيت هاي أربعة بس شو الرقم المكتوب هون ديسمال هاي شو مكتوب للرقم هكسا معناتها وهاي 12 هلا لما أعرف مثلا هاي 8 وباينري هذول أكم بيت هذول أصلا هذول أربعة بيت أربعة معناتها الشمال شو كله يعني الموست سينج تشيلا زيرو 100% الباقيات بيكون زيروز فأنت عندك 8 بيتس أولهم 1001 بعدين على الشمال كله زيرو بدك تكتبها بالطريقة هاي هلا الزد هي هاي امبيدنس الزد هي هاي امبيدنس والاكس دونت كير هلا دكتور ايوه بس اخر نقطه كيف يعني مثلا 8 انه عدد البيت 8 بس كيف انه عرفت انه هاي باينري وانه على هناك في اربع اصفار هلا هاي كيف اعتبر باينري من هاي البي هاي اذا كان مكتوب بي باينري بي باينري ودي دي ديسيمال و اتش هيكسا و اوكتال بالضبط هذه فهلا ممكن تحط انت اكس انه دونت كير زد هاي امبيدنس هلا اذا ما عرفتش انت عدد البيتس اللي هون
وخليته هيك هكذا بيكون 32 بت باي ديفولت. الأحسن إنك تحكي أكم، الأحسن إنك تحكي أكم. دكتور شو قصدك بهاي امبيدنس في هاي الحالة؟ هلا يعني مش مشبوكة، يعني هلا بنشوفها كيف بالضبط، بس هي مش مشبوكة. هلا تريستا تراي ستيت بفر، هاي تراي ستيت بفر عرفوها اكيد، مرت عليكم تراي ستيت بفر. كنترول بالضبط. اذا الواي بيساوي اي وينتا لما الانيبل بكون ايش؟ بصير شورت سيركت بالضبط. واذا مش شورت، واذا الانيبل صفر اذا زيرو اوبن سيركت. اوبن سيركت هي هاي امبيدنس صح؟ متذكرين امبيدنس تو هاي امبيدنس اكيد الكهرباء. يعني اوبن سيركت هاي امبيدنس لما اي تساوي صفر بالضبط. هون اذا هاي هي الكنترول عندي وهاي انا مش مفعلها حتى صفر، بيكون هاي مفتوحه كانها، فالواي بيكون هاي امبيدنس. اذا النيبل هاي واحد، هلا اذا الاي صفر بيطلع الواي صفر، واذا الاي واحد بيطلع الواي واحد. هاي نسميها تراي ستيت بفر. مرت معكم بالديجيتال؟ لا مره اخر بتوقع مره. فهو مثلا تراي ستيت بفر كيف نعرفها؟ مثلا انبوت مثلا هاي 4 بيتس، والانيبل هي 1 بيت، وعندنا الاوتبوت 4 بيتس. ف اساين واي بيساوي انيبل، اذا الواي بيساوي اي اذا انيبل، يعني اذا الانيبل 1 بيكون الواي بيساوي اي، ايلس الواي شو بيساوي؟ 4 بيت باينري اللي هي هاي امبيدنس. يعني الواي هاي بتكون بتساوي الاي اذا الانيبل واحد، سواء سبار هون ولا وحدات طلع نفسهم. واذا الانيبل صفر هاي كله لازم يطلع صفر اذا كانت انيبل صفر. لا مش صفر، هاي امبيدنس مفتوحه الصفر ما في كرنت عمر. طب اذا كان اوبن سيركت ايش بيصير للاوتبوت؟ هاي امبيدنس الاي الاوتبوت بيكون زد، هاي امبيدنس. شو حتى هاي امبيدنس؟ تمام. تذكروا الجيت بتاعت بتاعت الموسفت، الجيت مالها الموسفت الامبيدنس تاعها عالي كثير. تعرف هاي امبيدنس طبعا؟ صح. لا بنعرف الامبيدنس. شو امبيدنس؟ يعني زي شو المقاومه، هي مقاومه ممانعة بس منها في كل مع الكاباسيتنس والاندكتنس صح. هلا شو يعني هاي امبيدنس؟ شو يعني مقاومه يعني عاليه؟ هاي امبيدنس يعني اوبن سيركت، يعني اوبن سيركت يعني انت كيس ال شيء مقاومته عاليه بيطلع يعني انفينيت او بالميجا، بس هذا بنسميه هاي امبيدنس. يعني في كرنت بمر يعني وين بتستعملها؟ مثلا نيجي على السي بي يو، مثلا ديجا هذا السي بي يو وهذا الميموري، ممنوع الاثنين يحطوا في نفس اللحظه داتا، واحد بس يحط داتا. فاذا بدك السي بي يو يحط داتا بتعمل انيبل للسي بي يو، او اذا بدك الميموري تحط داتا او تاخذ داتا بتعمل انيبل للميموري. فشو الفكره هون بكون انه هذا اذا مش اذا يعني ان السي بي يو بيوصل للباص هذا اذا كان انيبل، إذا كان إنيبل. إذا مش إنيبل هون شو بكون؟ مش صفار، مش صفار شباب، يكون هاي إمبيدنس، يكون كأنه مش موجود هذا. يعني هيك الانتربت بيشتغل، هيك الانتربت بيشتغل. يعني الانتربت من هاي الشيء بس عادة نستعملها لما يكون عندنا باص وشيرد باص بين أكثر من كومبوننت، بدك واحد يستعمل هذا الباص، ممنوع اثنين يستعملوه في نفس اللحظة. لأنه تخيل السي بي يحط صفر والممر يحط واحد، شو بصير؟ مشكلة. يعني إذا حد بحط على كيبل صفر وحد بحط واحد، هاي مشكلة حتى. فشو بنعمل إحنا عادة؟ كل واحدة لحالة، يعني لازم يا بتكون واحد يا بتكون صفر. يعني يا بتكون هاي، يعني كأنه بنفصلها لما نحط الجيت هاي صفر، كأنه فصلنا السي بي عن الباص، هاي إمبيدنس. يعني كأنه هاي الجهة بتبطل مشبوكة مع هاي الجهة. واضح؟ دكتور سؤال، هسا أنا بفصل الجيت تاع السي بي يو لما أطلب ميموري
يعني لما السي بي يو بده ياخذ من الميموري بس بتاعه السي بي يو مش بتاعه الميموري. هلا اذا لا اذا السي بي يو ياخذ من الميموري بس بسمح مثلا السي بي يقرا فروم باس بسمح له بس بخليش هو يحط بسمح له يقرا شايف هاي الطريقه هاي وبسمح للميموري تدخل داتا على الباص بس بسمحش مثلا للايثرنت والفيديو اوكي يعني كارت الشاشه والايثرنت بسمح لهم مش يروحوا على الباص لا يقرا ولا يكتبوا بس انا ممكن اسمح للسي بي يو يقرا والميموري تكتب ما فيها مشكله بس مش الاثنين يكتبوا فطبعا الاند جيت مع الزد والاكس اند صفر مع اي شيء شو بيطلع هلا اذا واحد بصير يعتمد واحد مع الصفر بصير صفر واحد مع الاكس شو بصير اكس يعني او دونت كير يعني واحد بيكون واحد واذا اكس صفر صفر 100% فأنت هي شو عندك الإكس هي بتطلع نفس ما فيكون عندنا نعمل هون مثلا priorities من المسموح ليشتغل فالبريورتيز أنتوا أكيد عرفت إيش اسمه أو درست إيش اسمه priority circuit إنه إذا مثلا إذا البريورتي عند الـ A3 أعلى إشي A3 مجرد تكون A3 أولوية بالضبط أولوية إذا الأولوية للـ A3 خلص الـ Y3 بتصير واحد والباقي شو ما كانوا يكونوا طبعاً إذا كانوا صفار ولا كانوا وحدات مدام الـ A3 واحد مين اللي بيكون الواحد؟ الـ Y3 هلأ إذا الـ A3 صفر والـ A2 واحد بيكون الـ Y2 هو الواحد إذا الـ A3 والـ A2 صفار بنروح على الـ A1 الـ A1 مدام واحد بيكون واحد هلا اذا كلهم ذاك اصفار ما عدا الـ A0 بيطلع الواي 0 هو الواحد بقدر اكتبه بطريقه مختصره انه مجرد الـ A1 يكون واحد شو ما كانوا التانيين بيطلع الواي 3 واحد فبهي الحاله طبعا الواي 3 هو نفسه الـ A3 فانت بتشبكه مباشره الواي 3 بنشبك على الـ A3 هلا الواي 2 بيكون واحد اذا كان الـ A2 واحد وشرط الـ A3 يكون 0 والباقي شو ما كانوا يكونوا يعني انا مجرد الـ A3 0 والـ A2 1 بيطلع عندي الـ Y2 1 واضح البريوريتي واضح يعني لازم عشان تاخذ حق الاولويه لازم يكون اللي قبلها يكون صفر يعني اذا كان كلهم وحدات مين بيكون اللي عنده الاولويه كلهم وحدات لمين الاولويه لثلاث طب إذا كان A 3 واحد ثلاث صفر والباك كلهم وحدات بروح اثنين A 2 وإذا الباك A 2 و A 3 صفر و A 2 A 1 و A 0 وحدات A 1 A 1 يعني الأكبر هو إذا موجود واحد هو اللي بيأخذ يعني إذا اللي عنده بريوتو عنده هو واحد هو اللي بيأخذ الباص مثلا فهلا هون بدنا انه نفكر باشياء بالهاردوير انه مرات خصوصا لما نحكي عن البيهيفيرال ممكن يكون صعب واحد يعمله سينثيسيس يعني بيعمله امبلمنتيشن فيش جارانتي حتى على الامبلمنتيشن مرات بتعطيك امبلمنتيشن بس بكون يعني مش اوبتيمال كمان هاي مشكله ثانيه ممكن تعملها سيميليشن بس ما تعملش هاردوير فالواحد اللي يفكر بهاي الشغلات يفكر بالهاردوير هذا الاكزامبل بقدر تعمله هيك بقدر تعمل سيميليشن احنا عملنا سيميليشن صح هذا هو بالضبط تقدر تعمل سيميليشن تحط مين واحد مين صفر وتشوف شو بيطلع من الانبوت والاوت ف كم مرة ما تفكر بال HDL كأنها programming language فكر فيها إنها طريقة لتكتب circuit وإذا أنت مش عارف يعني شو بيطلع الهاردوير هذا ممكن يطلع شغلات أنت ما تتوقعهاش فلذلك تدير بالك
فكر بهاي الشغلات كأنها سيركت. تعلمنا لحد هلا انه الستركتشرال بالفيريلوج بالجيت ليفل والاشياء هاي والاف ذن. اللو ليفل هو حتى يعني الجيت ليفل مور اوبتمايزد بس مش كثير ريدبل. بس الهاي ليفل ابستراكشن يعني انت تيجي تكتب اف ستيتمنت وايل وفور لوب وهاي الشغلات الابستراكشن بيكون عالي, بيكون اسهل للقراءه اف ستيتمنت مثلا واضحه بتكون بس مش اوبتيمال. فعاده في عندنا يعني تريد اوف بين الريدابيليتي والاوبتمايزيشن. اذا رحت انت على الجيتس هذا بيطلع الاوبتيمال. اخذت كومبارتور, اكيد اخذت كومبارتور كاميرا هاي واضح شو هي الشركه. دكتور هاي ايش اكس اور اكس نور نوت مع اكس اور وهاي اند اند. هلا ممكن نجي نعمل احكم ماي اكس اور او اكس نور اسمي هاي اسم بدي اياها وادخلها الانبوت بدي اياها وطلع الاوت بدي اياها واشبكها بالطريقه هاي. فانتم متذكرين الكومبارتور كيف بعمل كومبارتور كيف بعرف انها ايكوال؟ انه لازم تقارنهم كلهم 100% تقارنهم كلهم ايكوال. شان يكونهم ايكوال طبعا A3 و A3 لازم تساوي B3 ولازم X-NOR شو بطلع اذا كانوا بيساوي بعض شو بدك X-NOR تاعتها؟ واحد مزبوط. فلازم تطلع هاي واحد وهاي واحد وهاي واحد وهاي واحد عشان يطلع انه كله ايكوال. اذا يعني تشيل هنا اعطين واحد يعني يا هاي 0 0 او 1 1 هاي 0 0 او 1 1 هاي 0 0 1 1 0 0 او 1 1 18 راح تكون هاي 1 0 هاي 1 وهاي 0 ما بينفع طلعوش ايكوال. فانت طبعا متذكرين شو هالحكي. هاي هي ايش ما تحكي لل انه انا عندي هون انبوت A وانبوت B مثلا الـ A0 هي نفس الـ A الـ B0 هي نفس الـ B. دكتور بس لو سمحت بس ايش النقطة هاي الكابل الـ A شو هاي النقطة ايش رمزها؟ هاي عشان تبين ان هاي تابعة للموديول اللي هو My X-NOR اللي هي كيف يعني؟ يعني تحكي له ايش بك الـ A0 مع الـ A تاعت الموديول هذا وين هو راه؟ هذا الموديول يعني هلا فرج اذا انت كتبت A0 هيك A0 لحالها وB0 وC0 بزبط فيش مشكله بس لازم تحافظ على الترتيب. هلا اذا بدك تحافظ على الترتيب اعطيهم يعني امبليسيت شو بدك كل واحده مين هي يعني هيك بتحكي له ان A0 هي الـ A. هلا ممكن هاي الجمله احطها بعد هاي فيش فيها مشكله يعني لو غيرت الترتيب ما في مشكله هون بس إذا غير ترتيب في لأنك حاطت نقطة في A بالضبط. وA0 يعني هي تابعة على A بالضبط يعني هي نفسها A إيش بكها مع A B0 B وهيك. فالC0 هو شو بده يطلع الأوتبوت الأوتبوت اللي هون باخده بعمله مع AND بطلع AND جديدة وبقدر أشبكه كمان مرة مع AND وطلع الـ equal. بقدر أعملها بطريقة تانية طلع بس اكس اور بعدين الاند اعطاها ساين هاي اعمل اند. بقدر اعملها بطريقه ثانيه كمان اعمل واحده اند كلهم مع بعض سي 0 سي 1 سي 2 سي 3 اند مع بعض. بقدر اعمل هيك متذكرين هاي شو معناها ايكوال بيساوي اند سي يعني اند ايش هاي سي 0 اند سي 1 اند سي 3 اند سي لا بس سي 0 سي 1 سي 2 سي 3 عندنا هون بالضبط هذول بعمل اند مع بعض يعني إيكوال القديمة بلس سي الجديدة. هلأ هون بقدر أعمل إكس نور زي هيك هون بهاي الحالة بكون أكم بيت كل واحدة هدول كل واحدة أربعة كل واحدة أربعة وهاي برضو نفس الشيء. بقدر أعمل إشي زي هيك كمان نفس كل هذا حكي كله نفس اللي هون هلأ هاي شو معناها؟ إذا A تساوي B equal بتساوي واحد إذا إيش إذا A تساوي إذا A تساوي B وإذا ما تساوي تساوي لها صفر يعني إذا متساويات الـ equal بيكون واحد مش متساويات بيكون زيرو.
هاي برضو طريقة لنعمل ال converting to number بالضبط. فاحنا ممكن نعمل موديول جنرال ونعطيه مثلا بارامتر مثلا الديفولت تاعه يكون 8 واعمل كومبارزون هاي. وكمان انا ممكن مش جايه واضحه بعدين لما اجي انا انفذه اعطيه انا اعطيه ال البارامتر هذا هو الويدث بعطيه هون فصير هون الويدث مثلا 12 هون ممكن أعطيه 8 الدوت ويدث وحط 12 يعني كل هاي أشياء ممكن تزبط إذا بدك تعمل شوية جنرال أكثر من قبل. التايمينج تمام رشاد التايمينج مهم هون اللي ممكن أحد يعمل لما يجي يعمل تيستينج يحط تايم هو نفسه يعني هاي مثلا بعد 4-5 نانو سكند هاي بعد 9 نانو سكند تعمل إنفيرشن للإيه ف كاميرا استعمل consistent naming style استعمل most least كمان consistent مثلا استعمل 31 لصفر ما تستعملش من 0 ل 31 هاي مستعملها في الأري عادة بس في البصرز استعمل بالعكس اللي هو الموست على الشمال والليست على اليمين حط دائما موديول واحد بالفايل سمي الموديول نفس اسم الفايل هاي الأشياء منيحة واحد تعود عليها. هلا ممكن نعمل سيكوينشال مرجع بعض عن سيكوينشال خليني بس أعمل شغل تانية على السريع. هلا شايف هون أنا ممكن أجيب أعمل فايل تاني الكل بيختفي يستدعي فايل من فايل أو من موديول من موديول يعني لو جبنا كمان موديول هون structure نجيب لنا موديول بسيط ماي اكس اسمها ونحط لها الانبوت والاوتبوت بالضبط هون مثلا بقدر انا بقدر هيك اجي اعمل verilog واسميها ماي اكس نور تمام هلا هون كيف ممكن استدعيها نكتب ماي اكس نور ماي بعطيها اسم جي 1 مثلا ام 1 صح ونحط الان بعدين الاب حسب كيف الترتيب تاعها هلا بالضبط انا ممكن اجي احكي اي وبي وواي فيش مشكله فيها بتطلع المفروض صح يعني كأنه function كأنه function هلا هو عادة تعرفه فوق ولا تحت ما بفرق كيف قصدي الفانز متعرفه فوق أو نفس الغلطة شو نفس الغلطة هان واي ممنوع استعملها صح فهيك أنا استدعيتها أنا كان بإمكاني أعملها بطريقة تانية كمان هلا أجيب واحد تانية أجيب الماي أند وأحطه في نفس الفايل بس يعني بينفع بس إنه يعني هون أجي أحكي ماي أند خلينا نحط كمان أوتبوت أوتبوت واي وند تمام وهون نحط y1 واجي هون شو احكي كيف استدعي my and my my and n1 a و b او لازم a capital c لا 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 ما هل... اوكي فهمت عليك لا بالزمش ليش فرج أنا بحكي عن مين الـ A اللي هون يا مش الـ A اللي هون يا الـ A اللي هون input اللي انت معرفة اللي دخلت على السيستم اللي عندي واضح
لازم اعرفه زي السيستم تبعي هيك؟ لا هلا انا هاي اسمها ايه، انا دخلت لها سي، بيمشي الحال. دكتور انت تشتغل زي كأنه فانكشن صح؟ اها بس هي مش فانكشن، هي سيركت. اه واضح واضح. هلا شايف فرق لما انا استدعيت هون السي، هي السي لما تطلع على الان شوف مكان ايش، لما تيجي على الاند هاي هتنفذ السي هاي محل ايه، محل الاي، محل ايه، والبي هي البي، والواي 1 هي الزد، وبالاكس اور نفس الشيء. واضح شباب؟ هلا الاحسن من هيك انك ما تعملش هيك، شو تعمل؟ تحكي هيك ضبط ايه اللي هي الطريقه اللي حكينا عنها، انك إيه تحط يعني بقدر بدون ترتيب. هلا لما احط دوت وهلا إيه؟ بدون ترتيب بصير. هلا بعدين بحكي يعني الدوت بي، يعني خليني اعملها هيك واجي احكي دوت زد، وايش احكي واي بي واي بي، بعدين دوت بي دوت بي، والتنتين بين قوس. شكرا مستعملها مرتين احنا واي واي وان، احنا كنا نستعمل واي وان، ايش استعملنا واي واضح الفكرة شباب؟ واضحة. إذا كأني عملت كود مثلا صغير تحت، أيوة، أو كودين مثلا صغار تحت استخدمتهم لكود الكبير اللي فوق. هلا هاي المفروض الأحسن ما تحطهاش هون، تحطها زي ما عملنا الإكس أور، فايل لحالها. فايل لحالها، أوكي. استدعيها هون، هي مداها جوا البروجكت وشوفها. ما دامها نفس الفايل عادي بزبط. يعني أنا ممكن أجي أعملها هيك، أشيلها من هون وأجي أعمل إيش؟ فايل جديد. فايل جديد وأسميه my end. My end. وكل شيء يمشي تمام. أجي هون وأخزن وأعمل كومبايل. واضح شباب؟ واضح شو بنحكي عنه؟ واضح دكتور. تمام. خليني بس شغال هسه، ليش بضل يجي لي ان الملف undefined؟ كيف؟ بضل يجي لي ان الملف undefined، مش ملاك الملف مع اني معرفه ومضبطه. هلا اذا انت عملت هيك مثلا او شيء اني اني توب انتيتي، هلا ممكن اجي اعمل هاي توب انتيتي دير بالكم هاي. هلا فرج لو اجي اعمل سيميليشن هون، اجي هون شو بلاقي؟ فايند شو راح اشوف؟ راح اشوف الواي 1 كمان. كلهم الواي 1 مزبوط. هاي بقدر اجيبها هون كمان واشوفها. هلا لو اجيت عملت انا هيك هاي وعملتها set as top entity ما بزبط، ما بزبط، بعطيك ايرور. لا بعطيش ايرور، بس بعطيك شيء ثاني. بعطيك على اللي حطيتها as top entity. هلا شو لما اجي ادور على الانبوت والاوتبوت شو بلاقي؟ يعني لو اجي اعمل فايل جديد للفيكتور شو راح الاقي هون؟ فيكتور شباب هتلاقي حطيت عليها ست على شو اسمه التوب دكتور اللي هي شو فيها؟ اللي هي انا عملت ماي اند صح؟ ماي اند شو فيها ماي اند؟ انبوت اوت ماي اند شو فيها انبوت اوت وورد؟
عندك زد وإيه وبي. مية مية. إيه وبي وزد. فهلا قلت لك الإيه والبي والزد وبقدر أعملها سيميليشن. مش بس هيك ممكن أعملها هاي أعملها كرييت لسيمبل. هلا أعملها سيمبل. ممكن نعمل سيمبل ونحطهم في زي توصيل بالضبط. واجي اعمل كرييت للنيو دايجرام بلوك بلوك دايجرام في البروجكت بلاك انه في اند ماي اند وهي ماي اند وهي الانبوت هاي الاوتبوت بدي اعملها مباشره احكي كرييت حط عليها انبوت تنتين واوتبوت بس بتعملها مباشره مش واحد بتعملها مباشرة جنريت بنز هيك بعملها جنريت البنز وانبوت اوت حلو يعني هاي هيك عملتها مباشرة ايش كبست بس رحت انا عليها هيك علمت عليها رايت كليك جنريت وينها جنريت بنز فور سمبل بورتس بقدر انا لحاله وصلت بقدر اكزامبل هاي نفس الشيء اعملها جنريت سمبل يس خليها منسيبه وهلا اجي هون ارجع على نور وارجع اعمل انسرت سمبل بلكن انه صار في شيء اسمه اكزامبل كمان فيها بس اي وبي وسي واي واي 1 بقدر اشبكهم مع بعض اشبكهم هون مع هون او اجيب انبوت من هون واضح الفكره حسب كيف انا بدي يعني إذا بتعمل أنت بالسيمبلز تقدر تعمل بالسيمبلز تقدر طبعا هون تجيب شو اسمه كل الأشياء اللي نعرفها اللوجيك مثلا الاند ولا الاور ولا بدك إياه واضح يعني ممكن تجيب أنت اور اند نوت شبكم هون بس طبعا كله ممكن نعمل هون بالتكست والأغلب الناس تشتغل خصوصا الشركات بالتكست قليل بيروح على واحد على بلوك دايجرام اوكي شاب شو بدي احكي لكم اليوم حد عنده اسئله يعني شاب انا عندي هون 20 فايل ممكن انا اي فايل بدي اعمل له سيميليشن بس مجرد اعمل تب انتيتي واعمل له كومبايليشن واعمل التايمينج وال كاميرا واضح الفرق بين التايمينج والسيرتول يعني أنا هون ممكن أجي أحكي تايمينج هلا هو من وين جاب آخر واحد هكون عاملها من الدكتور اللي هو إنه بيأخذ الديلي صح بالضبط بيأخذ الديلي والديك ما بيأخذ الديك بيأخذ عادي كأنه على الماي مثلاً أنا أحكي مثلاً my XOR set as tub entity compilation واجي اعملها فايل لحالها فايل اللي هو schema vector node finder ليست راح لك هدول نجيبهم تمام هلا هاي مثلا كونتر او هاي هيك مثلا واحد واخزنها مثلا ايش شو نسميها mx4 هلا بروح على السيميليشن بختارها هلا بالهاي اعمل سيميليشن واعملها ستارت واشوف الريبورت هلا شابت لك انه هو مثلا وين الاوتبوت صار عن هاي ماي ايش اكس اور اكس نور اكس نور وين تكون واحد لما يكونوا متشابهات فأنت لاحظ كيف يعني واحد بعطيك واحد صفر صفر بعطيك يعني واحد يعني هون كانوا مختلفات وكان يعطي واحد صح في ديلي إذا مش شايف بس هون كله بالنانو سكند الشغل هذا نحكي عنه بالنانو سكند
طب لكن في شغلات انت متوقعهاش تصير بتصير هون وصارت. اه مزبوط. هذه آه. هاي الشيء هي التايمينج بنكون نحكي عنه باكثر التايمينج كانه نسبه ايرور دكتور في مش ايرور هو انه الهاردوير ما بيطلع بصفر تايم يعني السيركت بدها وقت لتصير اون صحيح في ترانزستورز يعني الترانزستورز بالنانو سكند سيستم وعندك المثبت اسرع واسرع بيكون بالضبط. اوكي شباب معناته خلينا ابعث لكم اليوم معناته ابعث لكم اليوم الواجب اسايمنت صغيره اعطيكم لوين انت اسبوع كمبيوترك يكون جاهز زياد انا بس اروح يعني انا جاهز كل شيء تمام تمام بس عشان معزوم بعطيك 1 ويك تمام بصير نعمل لك ريبورت يعني نحط لك يا جوا وورد وهيك شيء خفيف يعني مش كثير بس بدي اكثر تعلم يعني تتذكر كنت تستعمل التول اكثر من شيء ثاني فهمت عليك اوكي يعطيك العافيه الله يعافيك يا دكتور يعطيك العافية دكتور. دكتور صلحت لنا كويز؟ لا والله لسه. طيب تمام. خلينا ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الف عافية دكتور.